احتفالنا لسه مستمر على شاشة قناة النادي الأهلي، ودلوقتي طبعا عقب التتويج ببطولة منطقة القاهرة طبعا كابتن طارق خيري بيهني طبعا يعني ضيفتي دلوقتي كابتن دينا عمرو كابتن الفريق. عيد ميلادها خلاص يعني كمان ساعتين، والنهارده الاحتفال احتفال من نوع خاص طبعا، احتفالها بعيد ميلادها والاحتفال بتتويج سيدات سلة الأهلي ببطولة منطقة القاهرة. كابتن دينا طبعا مرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، ألف مبروك وكل سنة وأنت طيبة وعبال مليون. الله يبارك فيكي وأنت طيبة وكل جمهور النادي الأهلي بصراحة بخير، والله فعلا مفيش أحلى من كده مناسبة إن الواحد يحتفل بيها، يعني عيد ميلادي وبطولة المنطقة وإن شاء الله يعني الثلاث بطولات التانيين برضو مركز أول، فرح كل الناس يا رب بإذن الله. كابتن دينا النهارده ماتش ما كانش سهل ابدا، هليوبلس كان عامل فارق، شفنا طبعا انه كان في الكوارتر الثاني تحديدا كان في فرق كبير، بس الحمد لله الفريق قدر ان هو يعمل كومباك وتفوزوا ببطوله منطقه القاهره. الحمد لله طبعا، لا فريق هليوبلس واي فرقه ثانيه ليها احترامها وتقديرها كويس قوي، هو احنا الحمد لله فضلنا ماسكين في بعض وواقفين على رجلينا لحد اخر الجيم، والحمد لله احنا عشان ال 12 كلهم زي ان احنا نخلص الجيم كويس لصالحنا، واحنا واخدين عهد كمان ان احنا ان شاء الله السنه دي مفيش بطوله هتطلع بره الاهلي باذن الله يعني يا رب. متوتره جدا النهارده، كان باين عليكي القلق طول الوقت، كنت يعني متابعه لحظه بلحظه عشان الفرقه دي بصراحه تعبت جدا وتستاهل، يعني ربنا يعلم كل واحده سايبه ايه وراها وكل واحده مشغله كتير، يعني كلنا فعلا سايبين وتعبنا جدا جدا، فعشان كده انا يعني مش عايزه حد يروح زعلان بصراحه عشان انا بشوف الفرقه دي فعلا بتتعب جدا. بطولات يمكن في ضغط كبير خلال الفتره اللي جايه، عندكم بطولتين يعني ما بينهم اسبوع تحديدا، والنهارده يا دوب هتلحقوا ترتاحوا بعد كده تحضروا لطبعا بطوله يوم 24. عايز اعرف التحضيرات. هو طبعا اكيد كابتن طارق متوقع يدينا النهارده وبكره مثلا، سوري بكره وبعده مثلا اجازه، وعلى طول لازم نبدا لان ماتش السوبر ماتش مش سهل خالص، فريق سبورتنج فريق كبير، هو جاي من بطوله افريقيا اكيد معنوياته مرتفعه، فاكيد هيبقى نازل واكيد برضه هيبقى عايز يعوض خساره المرتبط، فهو اكيد ماتش برضه هيبقى من نوع خاص، بس باذن الله باذن الله خلاص النهارده هنروح بطوله وانتهت صفحه جديده عشان الجيم الجاي ان شاء الله، وهي بطوله ماتش واحد ان شاء الله نخلصه لينا. كابتن دينا شفنا النهارده احتفال الجمهور بيكم، وشفنا قد ايه انتوا وجهتوا لهم تحيه خاصه، وجودهم بيفرق كمان، احتفلوا بيكي بعيد ميلادك بالتورته، فعايزاكي يعني تقولي لي يعني احساسك النهارده في حضور الجمهور وتشجيعهم الكبير طبعا للفريق. لا بصراحه اول حاجه اصلا هم كانوا السبب الاساسي في ان احنا نرجع لما حصل دروب كده في فتره من الفترات، هم بصراحه كانوا السبب الاساسي، وفعلا فعلا وجودهم فارق من مرتبط ومن اي ماتش، وبصراحه من اصغر ماتش لاكبر ماتش هم بيجوا، وبنوجه لهم بصراحه رساله يوم 24 ان شاء الله ماتش مش سهل ومحتاجينهم كلهم معانا ان شاء الله. كابتن دينا نورتينا وشرفتينا، سيبك بقى تحتفلي بالتورته كل سنه وانت طيبه مره ثانيه والف مبروك. شكرا ليكي قوي، شكرا، ميرسي، باي باي. ده طبعا كان لقائنا مع كابتن دينا عمرو كابتن فريق سيدات ساله الاهلي، واكيد شفنا طبعا يعني وهي كل الجمهور وايضا يعني اكيد زميلتها في الفرقه بيحتفلوا بيها النهارده احتفال من نوع خاص، يعني خلاص عيد ميلادها كمان ساعات قليله جدا، واكيد يعني ما فيش افضل من كده احتفال باحتفالها بتتويج فريقها ببطوله منطقه القاهره، وان شاء الله زي ما احنا شفنا اكيد نحتفل بيهم اكيد في السوبر وفي دوري السوبر خلال الفتره المقبله. بشكرك جدا كابتن هيثم، الكلمه ليك مره اخرى.